سيدة الغناء العربي أم كلثوم. غريبة يا باشا، معاليك مختلفة عن باقي أفراد الأسرة المالكة. متهيألي كلهم ذواقين الموسيقى الغربية أكتر من الموسيقى الشرقية. أنا مش كل الشرق يعجبني، أنا بيعجبني صوتك أنت بالذات. هناك مفيش دخول ولا تليفونات لغاية ما أخلص الاجتماع ده. مسلسل سيدة الغناء العربي أم كلثوم ابنة طمي الزهير. لقد ظلت أم كلثوم تغني لما يزيد عن 50 عاما منذ عام 1910 تقريبا، منذ أن بدأت بالغناء مع والدها في الأفراح والمناسبات. الصور حصرية تكريم أبطال مسلسل أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة. في الصورة السيدة سميرة عبد العزيز، والتي قامت بدور والدة أم كلثوم في المسلسل. في الصورة المؤلف محفوظ عبد الرحمن، مؤلف مسلسل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والسيدة سميرة عبد العزيز، والتي قامت بدور والدة أم كلثوم. هذه صور حصرية من المنصورة، وبالتحديد قصر ثقافة المنصورة، في حفل تكريم أبطال مسلسل أم كلثوم. كده معقول يبقى ابتدي فورا. أنا حاسس إن النهاردة من أجمل أيام حياتي. ما بلاش باشا دي، انا اسمي شريف، شريف بس. ثم انا عايز اقول لك ان انا درست الموقف كويس. انا عارف ان هيبقى فيه مشاكل كتير، لكن انا عارف كمان ازاي اتغلب عليها. لكن عشان اتخطى العقبات دي كلها لازم ولابد اني اعرف ايه موقفك بالظبط. موقفي من ايه؟ سوما، موضوع الجواز طبعا. الحقيقة المسألة دي محتاجة شوية تفكير. ده سوء تخطيط يا سوما. أثناء انشغالي أنا بالتفكير كان لازم أنت كمان تفكري، وفي النهاية ناخد قرار سوا. بس أنا محتاجة أتكلم مع والدتي وأخويا في الموضوع ده. سوما، أنا أتكلم معه. طبعا طبعا، ما انت هتتكلم، بس انا كمان لازم اتكلم معاهم. السيدة سميرة عبد العزيز التي قامت بدور والدة أم كلثوم، وفي الصورة الحصرية التي عرضناها بقصر ثقافة المنصورة. هذه صورة حصرية لسميرة عبد العزيز، والتي قامت بدور والدة أم كلثوم في المسلسل كما نشاهد. هذه هي سميرة، الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والتي قامت بدور والدة أم كلثوم. الأستاذ رياض السنباطر. رياض غريبة، أول مرة يجي من غير ميعاد سابق. ثانية دخليه صالون وقولوا انا نازله حالا. حاضر. سبحان الله،
يمكن يكون ربنا بعته دلوقتي عشان يشارك معنا في الحكاية دي. أيوة يا شيخ خالد، رياض إنسان عاقل ومن أعقل الناس اللي حواليا. مرحب رياض أفندي. مرحب بيك. أهلا أهلا يا رياض. أهلا أهلا، أنا متأسف إني جيت من غير ميعاد. رب صدفة خير من ألف ميعاد. اتفضل. وبعدين خلاص يا رياض، إحنا بنعتبرك واحد من العيلة. وأنا فعلا من أول ما دخلت البيت ده وأنا بعتبر نفسي واحد منه. عشان كده عايزين ناخد رأيك في موضوع شغلنا. خير؟ في واحد عايز يتجوز سيومة تاني. يعني ايه تاني؟ اصل انا جايز اشتغل خطبة مع اني اخر واحد يصلح للمهمة دي، لكن الحقيقة الراجل ألح عليا إلحاح شديد. مين هو ده؟ طيب مش الاول اعرف العريس الاولاني؟ ليه يا رياض، احنا هنعمل عليهم مزايدة؟ يا ستي انا جاي من طرف الدكتور النجريدي. ياه، هو فين ده؟ موجود وتحت امرك. بس هو عارف من زمان رأيي في الحكاية دي. العريس التاني اللي متقدم لسومة شريف باشا صبري. شريف باشا صبري خال الملك؟ ايوة. بس مش عارفة ليه. شوف يا خالي، انت من ساعة ما قلتلي انك عاوز تتجوز ام كلثوم وانا مشغول جدا بالموضوع ده. ممنون لجلالتك. طبعا انا مشغول بيك لانك تهمني ولمكانتك عندي، بس مدام عجبه. بس للأسف يا خالي، موضوع جوازك ده ما هواش قرار سياسي بس، ده قرار عائلي كمان. مش فاهم يا مولاي، ازاي يعني؟ ظاهرة غريبة حصلة في العيلة اليومين. إذا كنت أنت مش من العيلة، أمال مين يبقى من العيلة؟ يعني إيه الكلام ده مولاي؟ يعني إن العيلة وأنا بالتالي مش هنقدر نوافق على جوازك. وجلالتك متخيل إن أنا هقبل فرمان زي ده؟ على إذن جلالتك. برافو، موقف فروسيا صحيح. شريف باشا صبري خال الملك مصمم على الزواج من أم كلثوم كما نشاهد. ممكن تخسر العيلة والنفوذ والمخصصات كمان. ولا يهمني. تأخرتي. وأنت كمان، مش كان مفروض تتصل بيا بعد المقابلة؟ نتكلم في صالون أحسن. أبريفو. على فكرة يا شريف، أنا عرفت اللي حصل. مع إني ما قلتش ولا كلمة. اتفضل. أم كلثوم مع شريف باشا صبري الذي تقدم لخطبتها. الملك قال لك إيه؟ الملك كان أهون من غيره. غيره؟ العيلة عرضت؟ بشدة. وانت استسلمت يا باشا؟ مين قال كده؟ انا لسه عند وعدي. ازاي يعني؟ احنا هنتجوز. هتتحدى الملك والعيلة؟ لا لا لا، احنا مش هنتحدى حد ابدا. امال ايه؟ برضو مش فاهم. هنتجوز عرفي، جواز شرعي وفي شهود. طب انا اللي اختار الشهود. امي الشاهد الاول يكون الملك فاروق، الشاهد الثاني سومة. ارجوك خليكي معقولة. بحاول. أنا كنت متصور إنك فاهم الموقف. أنا فاهم الموقف كويس. صعب عليك وأنت شريف باشا صبري، حفيد محمد باشا شريف أعظم رئيس وزراء في تاريخ مصر، خال الملك فاروق أخو الملكة نازلي.
انك تتجوز واحنا مش شعب، بنت فلاح. مش هو ده الموقف يا باشا؟ انت عارفه العائلات بتفكر ازاي، اقصد التقاليد الاصول. وهي دي كانت اصول جدودكم من 100 سنه يا باشا؟ سوما واخيرا رفضت السيده ام كلثوم الزواج من شريف باشا صبري لانه طلب منها الزواج عرفيا.